أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على مستجدات مشاورات السويد بعد 5 أيام من انعقادها، وأبعاد حديث المصادر الأممية حول احتمالية انعقاد جولة جديدة من المشاورات في الكويت. خمسة أيام من المشاورات اليمنية في السويد دون نتائج عملية واضحة تفضي إلى إحراز نجاح في إجراءات بناء الثقة، وهي الإجراءات المرتبطة بملفات الأسرى والمعتقلين وميناء الحديدة ومطار صنعاء. في الوقت الذي تضع فيه ميليشيا الحوثي اشتراطات تطيل من زمن إطلاق سراح المعتقلين، تبدو مشكلة فتح مطار صنعاء أكثر تعقيدا مع اشتراط الحكومة جعل مطار عدن مطارا سياديا. هذا وأكدت مصادر أممية احتمال انعقاد جولة جديدة من المشاورات اليمنية في الكويت، ويأتي نبأ هذه الجولة الجديدة في ظل تعقيدات تشهدها محادثات السويد الحالية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش موضوع مشاورات السويد في محورين: ما هي النتائج الأولية من مشاورات الأيام الخمسة، وما مصير مشاورات السويد في ظل أحاديث أممية عن جولة قادمة. تدخل مشاورات السويد يومها الخامس دون إحراز أي تقدم ملموس في حلحلة الملفات اليمنية الشائكة، في ظل ترجيح مصادر أممية بعقد جولة جديدة في الأشهر المقبلة، وهو ما يعطي مؤشرات سلبية على فشل متوقع للمحادثات الحالية التي بدأت الخميس الماضي. المجتمع الدولي وفق مسؤول أممي يضغط بقوة لدفع وفدي الحكومة وميليشيا الحوثي باتجاه الخروج بنتائج عملية مرتبطة بالحديدة وتعز ومطار صنعاء، فضلاً عن ملف الأسرى والمعتقلين، وهو الملف الأكثر تعقيداً في مسار إجراءات بناء الثقة، لا سيما وأن الأنباء الواردة من داخل غرف المشاورات تشير إلى تصلب ميليشيا الحوثي التي وضعت اشتراطات تعرقل من إطلاق المعتقلين. ملف الأسرى والمعتقلين ليس وحده من يشكل نقطة خلاف بين الحكومة والميليشيا، فالحديدة ما زالت مسألة شائكة، حيث تصر الحكومة على رؤية متكاملة تكون فيها عدن مقراً سيادياً يتبعه مطار صنعاء والمطارات الأخرى كمطارات داخلية. نقاط الخلاف هذه وفق المؤشرات الحالية قد تؤجل إلى مشاورات قادمة ربما تحتضنها دولة الكويت، لكن الشيء الأقرب للمؤكد أن المفاوضات السياسية ما زالت صعبة المنال، في ظل تأكيدات دبلوماسية أوروبية بأن تحقيق إجراءات بناء الثقة قد يأخذ على الأقل 6 أشهر. يبقى السؤال القديم الجديد: ماذا عن المرجعيات الثلاث المعلنة للحل؟ الحكومة من جهتها لا تزال متمسكة بها، وهو ما تم تأكيده نظرياً على الأقل من قبل سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على أن القرار الأممي 2216 لا يزال يمثل خارطة طريق للمشاورات. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن تنضم إلينا من السويد، من ريمبو في السويد، أمل اليريسي، صحفية من غرفة أخبار المشاورات السلام في السويد. أهلا بك سيدة أمل. أبدأ معك من المؤتمر الصحفي الذي عقده مارتن جريفيس قبل قليل، ما أبرز ما ورد، ما الذي تحدث فيه ووصل إليه فيما يتعلق بمشاورات الأيام الخمسة إلى الآن في ريمبو؟ أهلا وسهلا بكم جميعا. ذكر جريفيس أو أبرز ما ذكر فيه أن المشاورات ستستمر، وأنه تم التوصل لاتفاق بشأن ملف الأسرى والمعتقلين، وذكر أنه لم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق بشأن عدم التصعيد في الحديدة وفي تعز، وأيضا ذكر أن أبرز ما يتم في هذه المشاورات هو الملف الإنساني بشكل عام وإجراء بناء الثقة. عبر عن أمله ولكن لم يعطي ضمان لنجاح هذه المشاورات. طيب، يعني هو في سياق حديث عن مسألة ورقة التسريبات حول ميناء الحديدة وكذلك تعز، يقول أنه لم يكتب أي ورقة بنفسه، وأن الأطراف اليمنية هي التي تكتب هذه المسودات، وأن المسودة التي تم تسريبها ليست هي ذاتها التي يعمل عليها. كيف يعني يتناول الوفدين مسألة هذه التسريبات فيما يتعلق بالأمم، بما يتعلق بالميناء الحديدة بالتحديد، ومسألة إدارته وحمايته، وكذلك ما يتعلق بالوضع في تعز؟ بالنسبة للتسريبات أو المبادرة التي تسربت اليوم، الوفدين أكدا أن هذه المبادرة كانت مبادرة مبدئية، يعني لم يتم البت فيها، وأنها
ليست حقيقية وليست نهائية يعني، وكل طرف حتى الآن متمسك بوجهة نظره حول قضية الحديدة أو مسألة مطار صنعاء أو مسألة سعد، يعني حتى الآن لم يتم التوصل لأي اتفاق ما بين الطرفين حول هذه الملفات. طيب هل من المتوقع هناك بعض الخلافات كما ذكر في التقرير، يعني أن بالنسبة لمطار صنعاء الحكومة تقول أنه يجب أن يكون داخليا بحيث تتجه الطائرات إلى عدن ثم دوليا، وهذا ما يرفضه وفد الحوثيين الذين يؤكدون أنه وجب على الطائرات أن تتجه دوليا سواء إلى عمان في الأردن أو إلى القاهرة. ويعني حسب المبعوث الأممي فإن المحاولات لا تزال جارية لحصول حلول ترضي الطرفين في هذا الجانب. طيب فيما يتعلق في ملف آخر هو ملف المختطفين، ما أبرز الجديد في هذا الملف سيدة أمل؟ نعم، بالنسبة لملف المختطفين هو الملف الوحيد الذي تم البت فيه وتم إجراء لقاءات ما بين مجموعتين من الوفدين بشكل مباشر. يوم أمس التقت المجموعتين وتم الاتفاق على أن تقدم كشوفات بأسماء المعتقلين والمختطفين من الجهتين، وسيتم تقديمها اليوم. يعني كلا الوفدين أكد أن هذه الكشوفات جاهزة، وأكد أن هناك بنود تفيد بالسماح للتعديل فيها في حال ورد أي اسم جديد أو في حال نسى أي طرف من الطرفين إضافة أي اسم جديد، وأبدى الطرفين استعدادهم يعني إطلاق عدد من المعتقلين والأتراك خلال تواجدهم هنا في ستوكهولم في منطقة تشيمبو. طيب ماذا عن بقية الملفات؟ يعني هناك كان سؤال لجريفيث حول الملف الاقتصادي مثلا، هل هناك تقدم فيما يتعلق بهذا الملف ومسألة البنك المركزي وتحويل يعني الواردات إليه وهذه النقاط جميعها؟ أيضا هذه المسألة لا يزال الخلاف جاري فيها، ولكن جريفيث أكد أن هذا الملف طرح لأن عدد من أعضاء الوفدين ذكر أنه لن يتم البت نهائيا في هذا الملف، ولكن جريفيث أكد أن هذا الملف طرح على طاولة الحوار وأن مسألة النقاش فيه أيضا لا تزال جارية، ولكن للأسف كبقية ملفات مطار صنعاء وتعز لم يبت القرار فيه بشكل نهائي بين الطرفين. سيدة أمل، جريفيث يعني أشار إلى أنه سيقدم تقرير لمجلس الأمن مباشرة بعد انتهاء هذه المشاورات، وأنه من المهم أن يعرف مجلس الأمن واليمنيين أيضا نقاط الاتفاق والاختلاف بالنسبة للطرفين. هناك من اعتبر أن هذا تهديد للطرفين بشكل أو بآخر، كيف هي الأجواء فيما يتعلق بهذه النقطة لديكم في السويد؟ نعم، قد تكون هذه هي إحدى وسائل الضغط على الطرفين. يوم أمس أيضا ذكر مصدر رفيع في مكتب المبعوث الأممي أن في حال تعنت أحد الطرفين أنه سيتم تقديم ملف لذلك، ملف لمن قام ب يعني لم يكن يدعم هذه المشاورات، وسيتم تقديم تقرير شامل حول ما يجري من المشاورات أمام مجلس الأمن. قد تكون هذه وسيلة للضغط على الطرفين للسير قدما حول هذه المشاورات. حتى الآن للأسف هو اليوم الخامس لهذه المشاورات، ولكن كما ذكرت سابقا أن ملف الأسرى والمعتقلين هو الملف الوحيد الذي تم البث فيه، وهو الملف أيضا الذي لا يعتبر بشكل مباشر هو ضمن المشاورات لأنه قد وقع عليه سابقا قبل الخوض في هذه المشاورات. أشكرك السيدة أمل لليريس، صحفية من غرفة أخبار مشاورات السلام، كنت معنا عبر الهاتف من السويد. أرحب بمن ينضم أيضا من هناك، أحمد غالب عضو الوفد المفاوض للحكومة الشرعية في مشاورات السويد. أهلا بك أستاذ أحمد. 5 أيام من المشاورات، يبدو جريفيث متحفظا حول ما يجري بالحقيقة فيها، إلى أين وصلت جميع الأطراف؟ أنت كعضو في الوفد المشاورات الحكومي، أين وصلتم 5 أيام؟ ما الذي فعلتمه؟ أعتقد أن الأمور فيها حوارات كبيرة وفيها أوراق تقدم وأوراق تعدل، واليوم هذا سيتم تسليم كثير من المقترحات والأوراق. سنرى ماذا تحمل هذه الأوراق. من المبكر واحد يحكم على المشاورات في هذه الأثناء، لكن نتفائل.
طيب جريفيس قال أنه لا يقدم أوراق، إنما المسودات التي يعمل التي يتم يعني التي تسر سواء التي تسرب أو التي ستصلون إليها أنتم كيمنيين هي تكتبوها بينكم أنتم، يعني أنتم من تكتبوها كأطراف يمنية، هل بالفعل هذا ما يحدث أم أن جريفيس يعطي مسودات؟ لا لا، أنا أعتقد أنه الكلام غير دقيق. الجانب اليمني أو الجانب الحكومي يقدم رؤاه لفريق المبعوث وكذلك الجانب الآخر، ثم نستلم بعض المقترحات من ممثلي المبعوث حول الملفات المختلفة. يعني نحن لم نجلس مع بعض وليس بيننا مباحثات مباشرة ولم يتم تقديم أي أوراق من جانبنا مكتوبة، ولكن هناك نقاشات وآراء مختلفة تطرح، ثم يستخلص الفريق الفني بعض المقترحات ويقدمها للجانب اليمني. طيب يعني هذه النقاط التي تسرب، هل يمكن بالبداية أن تؤكد لنا أن فعلا ما سرب لوسائل الإعلام فيما يتعلق على الأقل بالحديدة هو أمر تتفاوضون حوله الآن؟ أنا أعتقد الأوراق التي سربت حول الحديدة وتعز كانت صحيحة، لكن اليوم تغيرت بشكل كبير وهناك أوراق جديدة ستقدم خلال ساعات. هذا التغيير بعد نقاشات بينكم وبين الوفد الآخر أو مع المبعوث الأممي؟ لا لا، ما فيش للآن، لم يتم أي نقاش بشكل مباشر بين الجانبين وإنما عبر مكتب المبعوث. لكن أقصد أن التغيير في هذه المسودات تم بعد الجلوس معكم ومعهم بشكل غير مباشر. ربما كثير من الفرق، أنا لست بفريق الحديدة وتعز، لكن هناك اجتماعات متواصلة بين الجانبين. نعم. طيب دعنا نتحدث فيما يتعلق بالملف الاقتصادي. أحد الصحفيين في المؤتمر تحدث على أن هذا الملف لا يبدو أنه يحرز تقدما جيدا، وأنت ربما معني بهذا الملف أستاذ أحمد، تحدثت أيضا أنت في تصريحات صحفية اليوم حول أنه هناك بالأساس الآن اجتماعات يجريها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مع الأطراف اليمنية أيضا في مكان آخر ليس في المشاورات. ما هو التقدم الحاصل في هذا الملف اقتصاديا؟ إلى اللحظة هذه لا أستطيع أن أقول لك مدى التقدم المحرز، لكن خلال ساعة أنا سأستلم ورقة من مكتب المبعوث حول هذا الجانب. طبعا ربما التأخير في تقديم الورقة كان انتظار إلى ما ستسير عليه مباحثات عمان بين الجانب اليمني مثل وزارة المالية وزارة التخطيط والخدمة المدنية والبنك المركزي وأيضا صندوق النقد والبنك الدولي. ربما كان التأخير هذا انتظار إلى ما ستسير عنه هذه المحادثات ويكون من المدخلات للاجتماعات القادمة بين الفريق اليمني والحكومي والمبعوث. طيب لأكون واضحا، أنتم إلى الآن لم تجتمعوا مع المبعوث الأممي فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، لم تقدموا مقترحات؟ بلى بلى بلى، نحن اجتمعنا عدة اجتماعات مع المبعوث الأممي نفسه وأيضا مع فريق الاقتصادي من قبل الوفد المفاوض للطرف الآخر الحوثيين. لا لا، الطرف الوفد الحكومي وربما الطرف الآخر أيضا عمل نفس الشيء. قدمتم مقترحات؟ نحن قدمنا مقترحات ولكنها ليست مكتوبة. نحن طرحنا عن ماذا تدور يعني؟ ما هي أبرز هذه النقاط؟ ضرورة توحيد كافة المؤسسات المالية والاقتصادية، ليس البنك المركزي فقط وإنما المؤسسات السيادية كلها وعملها بواسطة كادرها ووفقا لقوانينها وأنظمتها وتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني. أي فرع؟ قيام الدولة والحكومة واجباتها تجاه مواطنيها، كل مواطنيها في الجمهورية اليمنية، سواء من حيث دفع المرتبات أو من حيث توفير الخدمات. أستاذ أحمد، عندما تشير للبنك المركزي أن تقصد في عدن؟ نحن في بنك مركزي واحد الذي معترف به دوليا والذي هو الآن في عدن، نقل طيب. من صنعاء إلى عدن وهو الآن في عدن. طيب فيما يتعلق بنقطة ميناء الحديدة وعائدات ميناء الحديدة، تحدث
يعني تحدثت التسريبات على أن عائدات هذا البنك ستكون إلى حساب، أو عائدات ميناء الحديدة ستذهب إلى حساب البنك المركزي في الحديدة، هل هذه النقطة يعني تتوافق مع رؤية الحكومة؟ إذا ما تم توحيد المؤسسة المالية والبنك المركزي فلتذهب الإيرادات إلى أي مكان في فروع البنك المركزي، سواء في الحديدة أو في صعدة أو في مارب أو في سيون أو في المهرة أو في عدن، لا فرق. يعني الإيرادة بناء الحديدة هي ليست بتلك الإيرادات الكبيرة التي يمكن أن تشكل فارق كبير. الإيرادة الأخرى أيضا لها وزن كبير في الإيرادة الذاتية اليمنية. طيب أستاذ أحمد، هناك نقطة أخرى فيما يتعلق، ما هي مقترحات الحوثي؟ يعني ما الذي يتناقش حوله الحوثيون؟ ما هي رؤاهم فيما يتعلق بالملف الاقتصادي؟ للآن لم نستلم أي رؤية من قبل المبعوث، وليس بيننا وبينهم لقاء مباشر. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ أحمد غالب. أرحب بمن تنضم إلينا الآن من البحرين، الكاتبة والباحثة السياسية أستاذة ميساء شجاع الدين. أهلا بك أستاذة ميساء. إذن يوم خامس من المشاورات، كيف يمكن فهم ما يجري من أحاديث التسريبات المتعلقة بالحديدة مختطفين، وكذلك تعز كأبرز نقطة جديدة ربما أيضا الملف الاقتصادي، كيف تتابعين كل ذلك؟ يبدو في تقدم، الوحيد الذي يبدو في تقدم واضح ملموس وملف الأسرى والمعتقلين، هو عموما ملف سهل، يعني ما فيهوش تعقيدات أصلا. ملف المطار يبدو أنه ملف يعني برضو في إمكانية الحل حلتة، وهو برضو يستقرب من الملفات السهلة. ملف الحديدة أتصور أنه معقد جدا، استصعب كثير أنه ممكن يوصلوا فيه الحل، وأعتقد أنهم لن يصلوا فيه الحل في هذه الجولة. لكن ملف الاقتصادي بصراحة ليست لدي أي معلومة عنه، يعني برغم أنه ملف حرج، يعني متكلم على ملف البنك المركزي، تسليم مرتبات موظفين، مليون موظف حكومي، فهو ملف مهم من الناحية الإنسانية، يمكن هو من أهم الملفات على الإطلاق. يعني ملف تعز يعني لا يبدو واضحا أين وصلوا فيه، لكن المقترح مارتن جريفيث كان منطقي، يعني كان انه وقف اطلاق نار، او المقترح الذي سرب، لا ادري هل هو صحيح او لا، انه وقف اطلاق نار مقابل رفع حصار الحوثيين، وهي عمليه جبهه هادئه صارت تعز، لم يعد هناك اصلا اقتتال ما بين الحوثيين وفصائل المقاومه، فبالتالي اتصور انه يعني امكانيه تطبيق المساله ما هيش معقده، خصوصا انه الحصار لا يعطي للحوثيين أي امتياز سياسي أو عسكري من أي نوع، يعني في جبهة صارت هادئة وصار كل واحد يعرف أين هي مساحات سيطرتها يعني فيها. طيب أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا أستاذة ميساء. أعود إليك أستاذ أحمد غالب، إلى أي مدى يرى المجتمع الدولي أو المبعوث الأممي أقصد يعني أنه بالفعل حدث استقرار بأسعار الصرف بالنسبة للريال، أو تحسن ربما بالنسبة للريال أمام العملات الأجنبية خاصة في الفترة الأخيرة، وكيف ينظرون إلى الجهود الأخيرة للبنك المركزي والحكومة بشكل عام فيما يتعلق بهذا الصدد؟ أعتقد تحسن سعر الصرف كان نتيجة إجراءات قوية وشاملة للحكومة، هناك تحسن كبير في سعر الصرف، هناك إجراءات تمت في جانب تنشيط الإرادة الذاتية خاصة في الضرائب والجمارك في المناطق المحررة، هناك دفع للرواتب المتقاعدين، هناك تمويل للسلع الأساسية من الوديعة السعودية ومن الموارد الذاتية للبنك المركزي، بحيث هبطت كثير من الأسعار. كل هذه الإجراءات تتم لتحسين معيشة المواطنين وقف التدهور واستعادة التوازن في منظومة الاقتصاد الوطني. طيب كل هذه الأمور كيف ينظر لها يعني فرق العمل فيما يتعلق بهذه المشاورات؟ طبعا سواء من الجانب المبعوث أو جانب السفراء المعتمدين أو بجانب المانحين ينظروا إليها بتقدير كبير وبتفاؤل، يعني باعتماد أو باعتبار أنه يمكن يبنى عليها ويحدث تقدم كبير في مسار تحسين الاقتصاد وإصلاح المنظومة.
أشكرك أستاذ أحمد غالب، عضو الوفد المفاوض للحكومة الشرعية، كنت معنا بالهاتف من السويد. أعود إليك أستاذة ميساء، الملفات كثيرة، 5 أيام كما يبدو أنها لم تكفي يعني تحقيق اختراق واضح جدا، وإن كان هناك عمل كما يقول مارتن جريفيتس. برأيك هل يعني سنخرج من هذه المفاوضات بتحقيق تقدم على الأقل في ما يتعلق بإجراءات بناء الثقة؟ هل يمكن أن تنجح؟ يعني يمكن اعتبار ما يتم الآن هو نجاح للخطوة الأولى من هذه المشاورات؟ أتصور هذه المفاوضات أنجح من سابقاتها من حيث إدارة المسألة، يعني في لجان، تقسيم لجان، في الأول مرة تكون لجنة اقتصادية، هذه مسألة مهمة، اللجنة الاقتصادية شديدة الأهمية أيضا، لأنه في النهاية الناس مستعدة تتعايش مع الحرب، لكن الوضع المعيشي بالنسبة لها هو الكارثة، أكبر من الحرب، أكبر من كارثة الحرب نفسها. فاللجنة الاقتصادية تشكيلها شيء مهم، ومناقشة مسألة البنك المركزي هذه قضية مهمة جدا. فأعتقد طبيعة إدارة المفاوضات تمت بشكل جيد، في ضغوط كبيرة على الطرفين، إن كانت على طرف الحكومة طبعا بتضل دائما، لكن في واضح في ضغط حقيقي على الطرفين، فدفعتهم إلى أنهم يتعاملوا باهتمام أو بجدية أكثر من مرات السابقة. المفاوضات أيضا تناولت قضايا جانبية في إمكانية لزحزحتها أكثر من القضية السياسية التي هي متوقفة على فكرة المرجعية السياسية، تمسك الحكومة بمرجعية القرار الأممي 2216 ورفض الحوثيين التعامل معه، يعني هم يرفضونه جملة وتفصيلا. فهذا المسألة يعني خلاص هي موقفة الطريق الحل السياسي تقريبا. وأحشى من هذه العملية أيضا أنها تتحول الحرب لملفات إنسانية مفرعة، ثم ينتهي بها الحالة المسار المتفاوضي إلى توقف عند الحل السياسي النهائي، وننتهي عند أنه حلول جانبية فقط لتسهيل الوضع الإنساني مقابل حرب أهلية طويلة الأمد. فأنا أتصور أنه فيها بعض المخاوف من هذا المسار، لكنه على الأقل بيحقق شيء من التقدم أفضل من مسار الحل السياسي الذي يتعطل ويعطل معه كل الأوضاع، الأمور الإنسانية مثل قضايا المعتقلين، مطار صنعاء، البنك المركزي، تسليم المرتبات، تعز، الحديدة، يعني في قضايا تمس معيشة المواطنين، تمس حياتهم بشكل مباشر، وهذه القضايا حساسة وبعضها سهل حلها، يعني ما فيهاش أصلا مكاسب سياسية حقيقية، يعني سوى ملف الأسرة أو ملف المطار، يعني لا يوجد أصلا، كان لم يكن هناك مغزى سياسي أو عسكري من قتله، ولا أعتقد أن في مغزى سياسي أو عسكري من تعنت الحوثيين أنه لا يفتش في عدن وسيئون في وقته، كان أصلا بيفتش في مطار سعودي في بيشة، يعني طيب هل يمكن أن تمثل يعني بالفعل هذه النقطة، يعني مسألة في هذه النقطة فيما يتعلق بمطار صنعاء وفتحه إلى للخطوط الداخلية، أو أقصد للرحلات الداخلية إلى سيئون أو عدن، ثم إذا كان هناك مسافرون إلى الخارج يمكن أن يذهبوا، هل هذا الأمر يعني هذا يعد فعلا تنازلا من الحكومة أو فعلا تقدما فيما يتعلق، ومسألة تحفظ الحوثيين على ذلك أمرا مقبولا؟ هو لا يوجد تنازل من الحكومة، إذا سيفتش في عدن سيقول هو لا يوجد تنازل من الحكومة، هو في اهتمام من الحكومة بملف إنساني. لكن بالنسبة للحوثيين هذا تعنت، أنا بشوفه، لأنه الطيارة كانت بتفتش في بيشة، يعني أنت في النهاية سلطة غير شرعية، غير معترف بها دوليا، فلا يمكن أنه من مطارك يخرج من مطار تحت سيطرتك تخرج لحالات دولية من خارج للعالم، لابد أن تفتش، هذا شيء منطقي، يعني يحمل بعض المنطق، يعني إذا لم تتم هذه النقطة يعني ممكن وضع اللوم على الحوثيين في تضييق الحياة على الناس. أنا في رأيي أيوة، لأنه إصرارهم أنه يكون إشراف أممي، هو أعتقد الحوثيين هي مشكلتهم دائما، يعني الحوثيين هم لا يريدون الاعتراف بسلطة الحكومة الشرعية في أي شيء، فهم لا يريدون إعطاها أي شكل من أشكال دورها كسلطة شرعية، يعني عندهم استعداد التعامل مع السعودية كدولة وأنهم يوقف في مطار بيشة هو مطار غير يمني سعودي، بينما يرفض التعامل مع مطار يمني والتفتيش فيه، لأنهم هم مشكلتهم أن هذا كأنه شكل من أشكال الاعتراف ولو رمزيا بالحكومة،
وهذه طبعا هي مشكلة كبيرة أيضا طبعا بشكل أكبر على قضايا لها علاقة سيطرة أو سلطة على الأرض، يعني مثل ميناء الحديدة. لما نتكلم على ميناء الحديدة احنا ندخل في صلب الصراع اليمني. الحوثيين يريدون إشراف أممي أو قوات مشتركة أو قضايا من هذا القبيل، بينما الحكومة تصر على سلطتها كحكومة شرعية على الميناء. ربما هذا الآن يعني بعد التطورات الأخيرة، قبل ذلك ربما كان الحوثيون أساساً يرفضون هذه. أكيد، أنا أقول لك مستندة فيها على تقدمها العسكري، وإن كان هذا التقدم العسكري أيضاً محدود الأفق بالأسباب لها علاقة بفيتو دولي، لأنه هذه العملية ستكون كلفتها البشرية هائلة لو استكملت. طيب الحوثيين طيب يدركوا هذا الضغط الدولي. هناك نقطة الحكومة نعم هناك نقطة أستاذة، هناك نقطة أستاذة ميساء فيما يتعلق بحديث المبعوث الأممي حول أنه سيقدم بمجرد انتهاء هذه المشاورات، وهو يتحدث عن جولات قادمة ربما، لكن يقول أنه عند انتهاء هذه المشاورات سيقدم تقارير إلى مجلس الأمن بشكل مباشر، ويقول إنه من المهم معرفة نقاط الاختلاف والاتفاق. هناك من يذهب إلى أنه يهدد الطرفين بمسألة مجلس الأمن، خاصة وأن هناك بالفعل كان مشروع قرار بريطاني فيما يتعلق باليمن، كيف تتابعين هذه النقطة؟ هذا صحيح، في فعلا مشروع قرار بريطاني وسيتم إصداره، يعني كان يفترض قبل المفاوضات لكن تم تأجيله ما بعد المفاوضات. فأتصور أنه هذا صحيح، أنه هو يحاول من خلال المفاوضات قراءة مواقف الطرفين ومعرفة ما يمكن أن يضغط عليهم في القرار الأممي الجديد. الخوف هنا أنه القرار الأممي الجديد هذا، القرار 22/16 أولا مشكلته أنه قرار غير قابل للتطبيق، لأنه قرار يتطلب هزيمة عسكرية نهائية للحوثيين لكي تطبقه، وهذا يبدو أنه مش وارد، وهذا واضح أنه مش وارد أيضا، ليس فقط يبدو. وبينما القرار الأممي الجديد أتصور أنه سيقر بشرعية السلطة، لكنه أيضا سيعترف بسلطة الحوثي بشكل من الأشكال، سيحاول من أتصور في مشكلة دلحين كيفية موازنة سلطة الأمر الواقع أو فرض الأمر الواقع الذي فرضته الحرب، وهذا الذي يميل له الحوثيين وأيضا الحراك الجنوبي أو المجلس الانتقالي الجنوبي، إنه الآن في واقع جديد على الأرض. هذا الواقع الجديد على الأرض، اليمن صارت مقسمة، والتقسيم هذا صار تقسيم البلد صارت مقسمة وتحصلت ميليشيات مختلفة، فلابد لنا أن نعترف بواقع ما بعد الحرب وإلغاء كل ما قبله والسلطة الشرعية التي هي أصلا بتمثل الإطار المرجعي والدستوري للجمهورية اليمنية. فهذه فيها خطورة، إنه طبعاً إن إحنا بنتكلم على جماعات دينية، يعني في النهاية حتى الجنوبيين هي جماعات سلفية جهادية، فبنتكلم على جماعات دينية بتحاول تفرض سيطرتها بالسلاح، وهي بتفرض واقع تقسيم على البلد، سيدخل البلد في حرب أهلية طويلة الأمد. في وقت آخر على الجانب الثاني الحكومة أدائها الضعيف وفسادها أضعف كثير من شرعيتها، وأيضاً طول أمد الحرب والضغط على دول التحالف الدعم السعودية بعد مقتل خاشقجي والأزمة الإنسانية، هذا كله بيضغط على الحكومة وعلى طرف التحالف وليس الحوثي، لأنه في الأخير الحوثي ميليشيا لا يوجد للعالم أي شيء أي أدوات ضغط، والمسؤولية تكون أكبر على الحكومة والتحالف. إذن أشكرك أستاذة ميساء شجاع الدين الكاتبة والباحثة السياسية، كنت معنا على الهاتف من البحرين. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، في أمان الله.